الاعتراض النهارده خرجنا اكتر من البروتوكول كمان، فالنهارده خدنا موافقه او اعلان لعشر منح دراسيه للبنات خريجين الثانويه العامه المتفوقات، ان شاء الله هيبقى بدايه من عام القادم باسم المجلس القومي للمراه داخل الجامعه. في كمان فكره ان احنا نعمل قوافل محو اميه باستخدام طرق غير تقليديه بمسانده الطلبه الموجودين في قلب الجامعه، بالاضافه الى البحث العلمي والدراسات الخاصه بين مصر والدول الافريقيه ان شاء الله.